السلام عليكم، يسعد لي صباحكم جميعا. بداية الدخلة للقرية البولندية، تمتاز القرية البولندية بأنها نفس المصايف، يعني كل مطعم تجونه في الطرق الرئيسية تلقون فيها جلسات وملاهي وقعدات، وخاصة بالويكند يعني نفس الأجواء اللي تشوفونها هذه. فتكون فيها جلسات، جلسات عامة، ملاهي، يتفننون طبعا كل موقع يتفنن بإطلالاته الخاصة. تجدون مثلا يوفر لك المنقل، حاط له حديقة حيوان مسقرة، طريقة الكراسي، فطريقتها نفس المصايف. يعني لما نضرب المثال للسعودية مثل يعني لما يكون بالطائف وصاعدين على الشفا، فتكون نفس المصايف عند أهل اسطنبول، فتشوفونهم أكثرهم خاصة بالويكند تكون المطاعم والمقاصف كلها زحمة من كثرة المطاعم. يعني أي استراحة تشوفونها مناسبة جلساتها، يعرضون الخيل ويعرضون الملاهي حق الأطفال، فهذه تعتبر نفس المقاصف. يعني يوفروا لك كل شيء تبيه على الطريق الرئيسي. إذا طلعت على الطريق الرئيسي أبد، يعني مجرد أنك تقول لها أبي أي شيء، تبي لحم، تبي شيء. ما الحين أنا طلبت منهم بس كل مكان أجي فيه أطلب شاي وحلا ويضبطونه، لكن المشاوي أبوديكم في حديقة إن شاء الله بإذن الله راح تكون ممتعة. ريان، ابتسامة يا شجاعة، ريون يعني يوفرون كل شيء. تشوفون ألعاب حق الأطفال، الحدائق كثيرة هنا، الأجواء في القرية البولندية مثل ما أنتم شايفين، هذا أجواءها مع شاي على الفحم، شغل على كيفكم. أيضا كذلك الساحات الموجودة، أنا جايهم بكر الحين الساعة 11، لكن العالم هذه موجودة في اسطنبول. إذا كان بالويكند تشوفون زحمة بكثير من المقاصف، فالحين جو بارد، فغالب الناس لما يكون الجو دافي خاصة من نص أبريل راح تشوفون زحمة هنا. في الطريق وانت ماشي تشوف كثير من الاستراحات اللي موجودة هناك، مثل الاسطبل هذا، يعني مضمار كله الخيل موجود عنده، حتى البوني الصغير. فيقول تاخذ فرة كاملة فيه، يقول تاخذ فرة كاملة بعشرين ليرة. تأجير البقيات اللي يبيها، هذا الموقع كابتشرو. أكثر الاستراحات مثل ما تشوفون، حاطين في الطريق الدوة اللي المنقل هذا فيه فحم، وبالنهاية يرحبون بالجميع. فنظام استراحات، يعني موفرين الألعاب للأطفال، موفرين كل شيء. يعني هذه فترة الصيف أنا أعتقد أنها يعني بيكون لها حضور جميل، بل على كلامهم يقولون أن أكثر أكثر أهل اسطنبول يجون إلى القرية هذه، القرية البولندية،
يعني شوفوا الحين هذا الممر قدامكم، شوفوا استراحاته اللي قدامي، هذا استراحة أيضا كذلك، هذه استراحة، تشوفون هذيك استراحة ثانية أيضا، تشوفون ينتظرون هنا ويطلعون العالم. هذا بشكل عام يعني، وانت تمشي بالطريق على طول موجودة الاستراحات على يمينك ويسارك. وأيضا القرية يعني ريفية، تشوفون الحلال عندهم هنية، الأغنام والبقر بشكل عام متوفرة في الطرقات. في الطريق وانت ماشي تشوفون يعني الطريق فيه ما يقارب الثمان كيلوات أو تسع كيلوات، كله بالمناظر اللي قاعد تشوفونها، كلها استراحات، واختار الاستراحة اللي تبيها. هذه الاستراحة كبتروها على الطريق، هو بالنسبة للقرية البولندية تعتبر في اسطنبول، وأنا معطيكم معلومات في البايو تحت، لكن أنا بمتعكم بالمناظر اللي موجودة عندنا هنا. لكن اللي بيوصلها يبي يعرف طريقة الوصول، يبي يشوف المسافات مثلا بين أوروبا، بين الطرف الآسيوي والأوروبي، معطيكم معلومات كاملة ويعتبر تقرير مختصر. لكن شوفوا الاستراحة هذه، حتى لكم باركينج خاص فيه، يوفرون المناقل بأنواعها، يحطون لك اللحم، الدجاج، أنواع طبعا الشاي، الشاي الأخضر مثل ما أنتم شايفين هنا عندي وياي، بعطيكم فيه زوم، يعني يوفروكم شنو الطلب، يوفروكم المناقل مثل ما أنتم شايفين الحين، مناقل كاملة، وطريقة الشوي تبي تشوي أنت أو يساعدونك، كلها في الطريق. الحين أنا تشوفوني مثل الاستراحة هذه اللي بها يكبتر اسمها هذه، يعني المعلومات بإذن الله مثل ما وضحت لكم في البايو، المقصف موجود عندنا بالأسفل تقدر تشاهده من الحين، كل المعلومات وتكون دقيقة وحريص على أنها شنو يكون حتى المواقع اللي لها الشهرة مثل الدبابات البقيات الموجودة مساعة في الطريق، أثناء مشيكم على طول تشوفون
كلهم حاطين الفحم شابينه في الخارج على الطريق، ومن ثم تختار الموقع اللي انت به. الاستراحات هذه يعني كثيرة كثيرة جدا، اللي يقولي كم عددها ما أقدر أحصيها، لكن أكثر من 20 أو 25 استراحة نفس هذه. فاختار الإطلالة اللي تبيها بالمواقع، بعضهم عندهم في نهر، في شلال، في مناظر، والبعض الآخر نفس المقاصف هذه. واللي يسألني عن الخدمات، الخدمات كلها موجودة، يعني شنو اللي تبي يوفروا لك. يعني شوف الحين نفس الأنواع الشاي والغواري الموجودة هنا، كله شغل على الفحم. يعني اللي جاي الشمال التركي تقريبا مقارب له، هذا الكفتة، هذا اللحم بأنواعه، أيضا كذلك موجود عندكم المشروبات بأنواعها، الحلى، بالنسبة للحلى إذا تسألون عن الحلى، المحلبية بالرز كذلك الحلى موجود عندهم، لبن عيران بالمقدمة، هذه أجواءها بشكل عام. ميزة الاستراحات أنها يحجز لك غرفة بالكامل. أنا بإذن الله راح أعطيكم الاستراحة هذه، يعني من أفضل الاستراحات الموجودة بجنبها النهر هذا. راح أعطيكم الصورة بالضبط، لكن الميزة الأساسية أن يعطونك منقلة تشوي على كيفك، الأطباق اللي تبيها تختار بالكيلو بالوزن على اللي تبيه، ونفس الوقت تختار السلطات، الشيبس، لبن عيران أن يكون جاهز. فلذلك نوصي فيها أصلا الغرف هذه يوفروا لكم الشارجر والدفاية إذا كان الجو شنو؟ إذا كان الجو بارد. لكن بشكل عام خاصة استراحة هذه أوصي فيها، ليش؟ لأن فيها مسجد، وفيها أجلكم الله حمامات عربي مخصصين شو اسمه الأخوان العرب، ورحابتهم وأخلاقهم وتعاملهم جدا 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 راقي، فأنا أنصح فيها. ختامها أنا بعطيكم أسعار الجلسات هنا، يعني من ضمن الجلسة اللي جلسناها وطلب غداء يعني يكفي الأربع أشخاص، أنا أشوف أنه كافي مع الغوري الشاي، كله طلع 200 ليرة، يعني أقدر أقول ب 12 دينار ما يقارب 150 ريال تقريبا. هذا بشكل عام، وأنا بإذن الله راح أعطيكم اسم الموقع هذا.